المرض النفسي خاصة في زماننا هذا، هو يسأل يقول بعض الناس يأخذ مرضية يقول مريض نفسيا، هل يصح هذا أو لا يصح؟ أنا أتصور أنه في أمراض نفسية، في أمراض نفسية يقينا، لكن قضية من يقدر هذا مرض نفسي، يعني يتعبه عن الخروج أو لا يتعبه؟ الطبيب إذا ذهب إلى الطبيب، خلنا نقول الطبيب النفسي زين، وهذا الطبيب النفسي رأى أنه فعلا يحتاج إلى أن يرتاح وأعطاه مرضية على هذا، ما فيها شيء، ما فيها شيء. أما هو يقرر أن نفسه تعبانة ويغيب ويروح يطلع مرضية من مستوصف عادي، هذا ما يجوز، يأخذ مرضية من طبيب نفسي، عرفت؟ إيه، ما يأخذها من طبيب عادي ويقول أنا مريض نفسيا. يقول يعني أنا يوم واحد بس كنت برتاح خلاص، ما يسوى أروح دكتور نفسي آخر الدنيا خلاص، ما يسوى يأخذ معاش على هاليوم، ما يسوى يأخذ معاش على هاليوم، خلي يقول غايب وخلاص. عدل، قلت له بس أكبر، قل له مرة ثانية. Thank you.